ما هو انما ده ما يقصيش ان الجريمه دي مش جريمه قتل، دي مذبحه، وده مش قاتل، ده سفاح لا يقال غير ذلك. الحب ما يعملش كده، الحب ما يعملش كده. الاوراق الدعوه تمحصها المحكمه وهي صاحب الحكم دي على ضوء اقوال المجمع عليه، اقوال اسره المجمع عليها، وعلى ضوء اقوال الشهود، وعلى ضوء اقوال المتهم، وتقارير الصفه التشريحيه، وكل اوراق الدعوه تلقى المحكمه هتحددها بعد كده. تتوقع ان يتم التاجيل مره اخرى؟ وارد وارد، طالما ان القضيه لم تولد في حقك بالكامل فوارد التأجيل. يعني مش هيعدموه؟ إن شاء الله. النهارده غير أقواله وقال أي حاجة. هو ما غيرش أقواله بمعنى هو قال بالطريقة الأداء بس، الأداء اللي هو يثير استعطاف الناس والرأي العام، إن هو ضحية بدل ما يبقى جاي. طب هو النهارده يعني وصف خطته، رد فعل والد نيرة على كلامه إيه؟ رد فعل والد نيرة على محاولته الاستعطاف. قالوا انا ما رد النهارده وصف النهارده وصف النهارده وصف عملته وتخطيطه لقتل نيرة قدام القاضي. لا هو ما قالش بالتفصيل، انما لا اقر بالتفصيل، انما اقر بصحه. شايف شكله نازل والله، ما والله يعني الجلسه خلصت شكلها كده. هي فعلا بين الجلسه شكلها بدات ولا خلصت؟ هي بدات. ماشي يا سلام. مش هينفع نخش، احنا مش هينفع نخش. الجلسه خلصت، الجلسه خلصت. Thank you.